يعني أول مرة أنا أرى بشرتان تجتمعان في شخص، أن الله سبحانه وتعالى يعجب من صنيع هذا الشخص، وفي حديث آخر أن الله يضحك لفعل هذا الشخص. أتعلمون من هو؟ هو الرجل الذي يقوم في ليلة باردة ثم يتوضأ ويخرج لصلاته. كلاهما ورد فيهما حديث أن الله يعجب وأن الله يضحك. ثم في الختام يسأل الله تعالى الملائكة: ما الذي دفع هذا العبد لهذا الصنيع؟ فيقولون: رجاء ما عندك ومخافة مما عندك. فيعطيه الله ما رجا ويؤمنه الله مما خاف. يا من تقوم لصلاة الفجر في هذا البلد، ابشر والله بالخير، ابشر والله بالخير. أسأل الله أن يتقبل منا ويبارك لنا ولكم وجزاكم الله خيرا.